قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. من اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، فتشمل الذكر والأنثى والحرة والعبد والصغيرة والكبير. وقوله عليه الصلاة والسلام قال استفاد منه أن الاعتقاد لا يكفي، فلا بد من النطق بكلمة التوحيد. وقوله وكفر بما يعبد من دون الله، قوله وكفر، الكفر هو الجحود والتغطية والستر، هذا من حيث المعنى العام للكفر، فهو الستر والتغطية. ولذا وصف عز وجل في كتابه المزارعين بأنهم كفار، قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني أعجب الزراعة نباته. لماذا سموا كفارا؟ لأنهم يسترون ويغطون البذرة بالتراب. والناظر في كلمة الكفر وفي معناها الذي هو الستر والتغطية يرى أن هناك شيئا مغطى، أن هناك شيئا مستورا، فهل يمكن أن تغطي هكذا؟ أو لا بد أن تغطي شيئا، لا بد أن تكون التغطية لشيء، وإلا لم يكن لهذه التغطية أثر، بل لا يصدق عليها اسم التغطية والستر. ومن ثم والله أعلم، لأني لم أرى أحدا تكلم فيها، أرى أن كل آية في الكفر تدل على الفطرة، وهي فطرة الله عز وجل لخلقه على التوحيد، لأن هؤلاء الكفار غطوا وستروا الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ثم قال بعدها: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، وختم الآية بقوله: ولا تكونوا من المشركين. وقوله بما يعبد من دون الله، الباء حرف جر، وما اسم موصول، واسم الموصول يعم، يشترط في صحة التوحيد وسلامته أن يكفر من قال لا إله إلا الله، أن يكفر بجميع ما يعبد من دون الله، سواء كان ما يعبد من دون الله نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو من هو دونه. وقوله عليه الصلاة والسلام: حرم ماله ودمه، هذا هو جواب الشرط، كأنه يقال إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ما الثمرة؟ ما النتيجة؟ ما الحاصلة؟ حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يستفاد من هذا أن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بالأديان الموجودة أنه مشرك، فدل على أن قول لا إله إلا الله مع الكفر بجميع ما يعبد من دون الله هو التوحيد، وأنه بهذا يحرم دمه وماله، والذي يحرم دمه وماله هو المسلم. وقوله حرم ماله ودمه، هذا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وقوله وحسابه على الله عز وجل، حسابه على الله، يستفاد من هذا أن المسلم يجب عليه أن يأخذ بالظاهر، أما البواطن والسرائر فهي إلى الله عز وجل. فمتى ما قال الإنسان لا إله إلا الله وكفر بجميع ما يعبد من دون الله فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، يحرم دمه وماله، وأما سريرته فهي إلى الله عز وجل. فنحن نحكم في الدنيا بأنه مسلم، أما هو عند الله عز وجل فالله أعلم بشأنه.